مش بنسى ابدا حدائق الشيطان وطلت ريم البارودي في حدائق الشيطان، وكانت طبعا متميزه جدا، وكانت الناس بتسال عليكي وعايزه تعرف مين البنوته اللي واقفه قدام جمال سليمان، وكانت بتادي الدور ب يعني اتقان وباحتراف. احكي لي كده عن الانطلاقه بقى. الحمد لله. كان صابرين مظبوط، صابرين مظبوط. يعني الله يرحمه استاذ اسماعيل عبد الحافظ. يعني هو السبب وهو اللي اختارني، وما كانش ليا عندي اي اعمال قبل كده ومش معروفه خالص، فرحت قابلته شافني، كنت قاعده مكسوفه، فقال هي اللي هتعمل صبري. من هنا ابتديت اخد الموضوع جد جدا، وابتديت اذاكر وابتديت احضر، لان كان في اعمال قبل كده حتى شفناها برضو في التقرير، لكن دي كانت الانطلاقه الحقيقيه بجد. وفي شغل جديد مع جمال سليمان؟ عرفتي منين؟ نبتدي انا مش كده، ما بحبش الهوا، كنت بقول لكم مفاجآت مفاجآت ان شاء الله. في مشروع عليه يشرفني ان انا بعد السنين دي كلها تتقابلي معاه، اقف قدام استاذ جمال سليمان بس بخبره اكتر بقى. يعني اتمنى، مش عارفه. انت حاسه ايه ان الاداء طبعا اختلف؟ بصي انا والله لما يعني بقعد اتفرج على حاجات انا عملتها قبل كده بقول لغايه كود عائلي اخر حاجه، بقول انا يمكن كان عندي احسن، ممكن اعمل احسن يعني، او اي عمل انا بشوفه الناس بتحبه مثلا اقول لا انا كنت ممكن اعمله احسن.